أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الملعب. كالمعتاد البداية بالعناوين، وفي هذا المساء سنتابع: التضامن الإسلامي يكرم الأمير سلطان بن فهد، ورسميا الاتحاد السعودي يعيد تشكيل لجنة الانضباط، ويقرر تعديل اللائحة وتكليف لجنة لمتابعة تنفيذها، والمسابقات تكشف حقيقة رفض تأجيل مباراة الاتحاد. وفاء للأمير محمد العبد الله، ليلة تاريخية في الأهلي غدا. القحطاني بعد وصوله ماليزيا مطمئن على نتيجة تايلاند، والملعب يرافق لاعب الأخضر في تدريباتهم اليوم. أينما كنتم أهلا بكم، كانت هذه العناوين. في التفاصيل سنتابع الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية التي جرت على مدى الساعات القليلة الماضية، وأيضا اللاحقة التي ستكون بعد ساعات، وأيضا ليوم غد. لكن في البداية كالمعتاد نرحب بضيفي الكريمين. أولا مسلي المعمر المتواجد معي في الرياض هنا، وهو الإعلامي المعروف والشهير، أهلا وسهلا مسلي. يا هلا حياك الله، سعداء بتواجدك. أمسي عليكم، أمسي على المشاهدين الكرام. عبر الأقمار الصناعية يلتحق بنا من الدمام حمد الدبيخي، وهو المحلل في القناة الرياضية السعودية. حمد مساء الخير، أهلا وسهلا. أمسي عليك أخوي رجاء الله، وعلى الأخ مسلي، وعلى السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكما. أمل أن نقضي حلقة جيدة هذا المساء في جدة، حيث الكثير من الاجتماعات التي تجرى للتضامن الإسلامي وللدول الإسلامية. رياضيا الحديث هناك عن تكريم كان قد جرى للأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز على المجهودات الكبيرة التي كان قد بذلها سموه إبانة رؤوسه لاتحاد التضامن الإسلامي. احتفال كان قد أقيم بهذه المناسبة، حضره صاحب السمو الملكي الأمير نواب بن فيصل بن فهد وممثلي الاتحادات الرياضية، وكرم الأمير سلطان بن فهد على إثر هذه المناسبة. إذن لحظات التكريم التي كانت قد شهدتها مدينة جدة الليلة، وهي لحظات التكريم التي كرم فيها الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، نظير الجهود الكبيرة التي بذلها وانطلاق دورة التضامن الإسلامية الأولى التي كانت قد أقيمت في المملكة العربية السعودية، وكان له جهد كبير في هذه المسألة. الليلة توجد كل تلك الجهود وذلك المشوار بهذا التكريم من الاتحادات الإسلامية الرياضية. الأمير سلطان بن فهد في أعقاب هذا التكريم تحدث بهذه المناسبة، نتابع ماذا قال. إذن هكذا أعزائي المشاهدين، تم هذا التكريم لهذا الرجل الذي قدم الكثير والكثير للرياضة الإسلامية. سمو الأمير، سعداء بوجودك معنا عبر شاشة السعودية الرياضية، وليس غريبا هذا التكريم على سموك الكريم، أنت تستاهل أكثر، والحمد لله هذا الجمع الإسلامي الكبير حضر اليوم من أجل تكريم سلطان فهد، ما هي الكلمة في هذه المناسبة؟ الله يبارك فيك. أولا والحقيقة حب أشكر سمو الأمير نواف رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وجميع الأخوة أعضاء الاتحاد والأمين العام على حفل التكريم، والحقيقة ما قمت فيه إلا هو واجب علي، وإن شاء الله أتمنى لهذا الاتحاد المهم بالنسبة للدول العربية والإسلامية إن شاء الله جميعنا التوفيق والسداد، وإن شاء الله أنا واثق كل الثقة أنه الأمير نواف بن فيصل سوف يقود الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بشكل جيد وبشكل ممتاز، وإن شاء الله هناك بيكون خطوات تطويرية جدا لهذا الاتحاد. بلا شك سمو الأمير بأن البطولة الأولى واجهت العديد من الصعوبات، ولكن استطعت بخبرتك وبحنكتك وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين تجاوز تلك الأزمات، وأظهرتم لنا وللعالم الإسلامي واحدة من أجمل البطولات إن لم تكن أولمبياد فهي بالفعل أولمبياد،
جمهوريات يعني 57 دولة كانت مشاركة في ذلك المحفل الكبير هنا في المملكة العربية السعودية. هو الحقيقة طبعا هذا تم فضل سبحانه وتعالى أولا، ثم بالتوجيهات السامية الكريمة، ثم الحقيقة بجهود جميع الإخوة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي وجميع الأعضاء، فولله الحمد كانت دورة ناجحة بجميع المقاييس. وأنا أعتقد إن شاء الله الدول الإسلامية التي وخصوصا إندونيسيا التي سوف تنظم البطولة القادمة، أتوقع أنها سوف تكون إن شاء الله بطولة ناجحة، وإن شاء الله أتمنى لهذا الاتحاد المهم التوفيق والسداد إن شاء الله. سؤال أخير سمو الأمير، ما هي الكلمة لهذه الوجيه التي حضرت هنا من جميع الدول الإسلامية بهذه المناسبة؟ الحقيقة أحب أشكر جميع الإخوة من جميع الدول الإسلامية لحضورهم لهذا الحفل التكريمي، وإن شاء الله دائما وأبدا أتمنى لهم التوفيق والسداد إن شاء الله. الأمير سلطان بن فهد كما بدأ متحدثا في أعقاب تكريمه اليوم في جدة من قبل اتحاد التضامن الإسلامي، كرم على نظير ما قدمه في الفترة الماضية. مسلي المعمر، هذه المناسبة مهمة جدا، كون الأمير سلطان بن فهد كان له حضور كبير في مجالات متعددة ليست محلية، واحدة منها يتوج بتكريمها الليلة بعد أن ودع المنصب وخرج خارج الوسط الرياضي. المؤكد الأمير سلطان قدم الكثير للرياضة السعودية والعربية والإسلامية، أمر جدا ممتاز أن يتم تكريمه بعد ما قدمه طوال هذه السنوات، وبادرة جيدة من سمو الأمير نواف بن فيصل، والأجمل أنها أتت يعني من أعضاء الاتحادات واللجان الأولمبية الإسلامية بشكل عام، وليس تكريم يعني محلي قمنا به لسمو الأمير سلطان. نعم، أيضا اليوم في جدة كانت الاجتماعات التي جرت قد شهدت تسليم علم الدورة القادمة لدورة التضامن الإسلامي لدولة إندونيسيا، حيث ستكون هي المستضيفة في الفترة المقبلة، ولدورة التضامن الثانية التي ستكون إن شاء الله هي المجمع الكبير للألعاب الإسلامية، على غرار ما كان قد حدث في جدة وفي المملكة العربية السعودية إجمالا. حمد الدبيخي في المنطقة الشرقية، الحديث عن التضامن الإسلامي والدورة الأولمبية أو دورة الألعاب القادمة وتكريم الأمير سلطان بن فهد اليوم، ما الذي يمكن أن تقوله إجمالا؟ التكريم الحقيقي هي في نجاح الدورات اللاحقة واللي راح تكون في إندونيسيا طبعا الدورة القادمة، على اعتبار أن كلما تذكرنا الدورات في نجاحها راح نتذكر الدورة الأولى من خلال صاحب الفكرة أو الإصرار الكبير اللي كان من قبل سمو الأمير سلطان بن فهد. فأنا أعتقد اليوم التكريم كان واجب كتكريم معنوي، لكن التكريم الحقيقي من هذه الدورة لسمو الأمير سلطان ومن كان معه في الدورة الأولى ونجاحها، أيضا نجاح الدورة الأولى في الدورات اللاحقة اللي إن شاء الله تروح راح تكون الدورة القادمة في إندونيسيا، فهذا هو التكريم. والجانب الآخر هو نجاح الدورة. نعم. كفكرة أنها تستمر من خلال دورة التضامن الإسلامي. نعم، على أي حال هذا في ما يخص الاحتفال الذي كان قد أقيم في جدة. في جانب آخر، المنتخب السعودي الذي يجري تدريباته واستعداداته في كوالالمبور العاصمة الماليزية، اليوم التحق به اللاعب ياسر القحطاني المهاجم الدولي، وياسر بوصوله إلى ماليزيا يعد واحد من الأوراق الهامة للمنتخب السعودي، طبعا قادما من الإمارات كونه أحد اللاعبين المحترفين في العين. كاميرا الملعب كانت قد استقبلت ياسر القحطاني لحظة وصوله إلى ماليزيا إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب السعودي. والله متعبة بس الحمد لله. اي والله. كم ساعة الطيارة؟ متقطعة صراحة. ثلاثة أربعة؟ متقطعة. يا صاحبي خلينا نتكلم عن مهمتكم صراحة، مهمتكم أكيد إنها صعبة، الكل واقف وياكم. شلون تطمن الجماهير؟ والله في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، الوقفة هي أهم شيء صراحة. وبما أن الحظوظ والفرصة كلها يعني باقي ما زالت يعني في يدنا احنا، فأتوقع إنه الأمور إن شاء الله إنها طيبة، الدعم اللي احنا لاقينه صح اسمه الملكي الأمير نواف بن فيصل، وأيضا الأستاذ محمد المسحل والجهاز الإداري والفني،
المجهودات اللي قاعدين يقدمونها اللعيبه ان شاء الله نتبشر ان شاء الله كلها بالخير باذن الله والنتيجه ايجابيه ان شاء الله. في مالك معاذ، مالك معاذ بيلعبها باتجاه احمد البحري، البحري عرضيه وضربه رصيد مرمى، جول جول ياسر القحطاني، القناص ياسر، القناص ياسر، ياسر القحطاني بيسجل. اللاعبين مريتوا في نفس هذه المراحل اعتقد، المراحل الصعبة أكيد مرينا أصعب من المراحل هذه، لكن حاليا أنا أشوف أنه وضعنا إن شاء الله أنه أفضل بإذن الله من السابق. تاريخ الكرة السعودية يشفع للمنتخب السعودي في هذه المباراة؟ شوف التاريخ كل حال لو أنه يشفع لأي أحد ما خلى تايلاند تفوز على عمان 3-0، فأنا أعتقد أنه التاريخ من غير جهد أو من غير عمل ما راح تستفيد منه، لكن التاريخ مع مجهود أنت راح توثق اكثر هذا التاريخ وتزيد رصيدك تاريخيا وتحقق النتائج الايجابيه اللي انت تبحث عنها. الكره الحين ملعبكم ياسر كلاعبين ام لا تزال يعني في ملعب الجميع كجهاز فني كجهاز اداري؟ شوف دائما في اي المنظومه المتكامله دائما هي اللي تؤدي الى النجاح، والعمل المتكامل هو اللي يؤدي الى النجاح، لكن لا شك انه احنا كلاعبين احنا العنصر الرئيسي او الاساسي في المهمه، لان احنا اللي في الملعب، يعني ممكن يتوفر لك جميع الامكانيات ولا يكون في اداء داخل المستطيل الاخضر تخسر النتيجه. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نكون ان شاء الله على قدر المسؤوليه اللي موكله لنا باذن الله، والجهاز الفني والاداري ان شاء الله ما راح يقصرون واحنا ما راح نقصر. ياسر القحطاني اذن يتحدث فور وصوله الى ماليزيا للالتحاق ب معسكر المنتخب السعودي. تيسير الجاسم سيكون ملتحقا ظهر غد الخميس بالمنتخب الأول، بالتالي يكتمل عدد لاعبي الأخضر استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام تايلاند. المنتخب السعودي أجرى تدريباته اليوم، والتدريبات كانت قد شملت الجوانب الاعتيادية التي يعتمد عليها السيد فرانك ريكارد. كاميرا الملعب أيضا رافقت لاعبي المنتخب السعودي والتقطت الصور الأولى لمغادرتهم ثم بعد ذلك تدريباتهم اليوم. نتابع مع الزميل بدر رافع. We'll be right back.
يا ربي سهل يا ربي سهل دربي يا عظيم الشان. يا رب. المنتخب السعودي إذن كما بدأ في وضعيته الاستعدادية يوم الجمعة سيخوض مباراته أمام إندونيسيا، مباراة ودية قبيل الانتقال لملاقاة تايلاند. حمد الدبيخي، إذا كان بالإمكان كيف يمكن لنا أن نقيم المنتخب السعودي؟ ما الذي يفترض أن يقوم به الجهاز الفني خلال هذه الأيام القليلة التي تسبق مباراة تايلاند؟ حمد، وأنت رجل فني، يعني أنا أعتقد العمل الآن في الفترة الحرجة، ننطلق من تصريح كابتن ياسر قبل شوي لما حمل الهم الأكبر والتركيز الأكبر على اللاعبين الآن، يعني في ما في كل الأحوال راح نركز على المدرب، مباراة صعبة مفصلية. أنا أعتقد المنافسين الآن في البطاقة الثانية المنتخب السعودي والتايلندي والعماني، وبالتالي المباراة راح تكون مباراة لاعبين، الهم الأكبر على اللاعبين، يجب أن يكونون حاضرين بكامل جاهزيتهم كامل تركيزهم، وزي ما تفضلتك رجال الله لو فزنا في المباراة، وأنا أعتقد هذا الأهم، راح إن شاء الله في المباريتين اللي تكون بالرياض مع تايلند ومع عمان تعطينا فرصة أكبر على حصد البطاقة الأولى، وربما إذا اتضحت الصورة بشكل أكبر نقاطيا قد نحصل على البطاقة الأولى عندما تكون لدينا أرتاحية في النقاط، وفي البطاقة الثانية في دينا تعطينا ثقة إن نقابل استراليا إن شاء الله ونحصل على البطاقة الأولى. في كل أحوال تفاؤلنا بالبطاقة الثانية. طيب مسلي، طبعا الفرصة ما زالت موجودة وفرصة أكثر من جيدة بالنسبة للاعبي المنتخب السعودي أنهم يخطفون بطاقة التأهل. في كلام ياسر كان في قال كلام جميل جدا لما قال الكرة لا تعترف بالتاريخ أو بالاسم، تعترف فقط بالأداء داخل الملعب. صحيح. أنا أتمنى اللاعبين يستوعبون هالكلام، أتمنى يكون الفكرة هذه كلها موجودة عند اللاعبين وينسون الإرث التاريخي للمنتخب السعودي في آسيا وفي المنافسات الدولية، ويبدون من الصفر، ينسون النجومية واسم المنتخب السعودي في على مستوى الكرة الآسيوية. طيب. ويعطونا إن شاء الله نعمل هذا على أي حال. المقر أو الفندق الذي يقيم ويقطنه المنتخب السعودي يشهد حضورا كبيرا من الجماهير السعودية التي تتواجد لشد أزر لاعبي الأخضر قبيل المواجهة المرتقبة. بدر رافع كان قد تواجد ورصد آراء الجماهير المتواجدة هناك، نتابع ماذا قالوا. يعطيك العافية أحد الطلاب المبتعثين في ماليزيا، نرحب فيك عبر الرياضية السعودية. في البداية نسألك عن وجودك في فندق اللاعبين. والله جيت أقابل اللاعبين إن شاء الله هنا ونتفرج المباراة التمارين حقهم، إن شاء الله نتفرج المباراة ضد إندونيسيا، والتوفيق للمنتخب السعودي إن شاء الله في بانكوك إن شاء الله ضد تايلاند. نتمنى المنتخب السعودي يوصل للتصفيات النهائيه لكاس العالم. فعلياً مشاركه المنتخب، والله جاي سايب دراستي وجاي لهنا عشان اتفرج على المنتخب السعودي. يخوفك من المنتخب السعودي؟ والله المستوى الحين مو مره، لانه شفنا اخر مباراه ما كانت ذيك المباراه يعني، فان شاء الله الحين يكون احسن ضد تايلاند ان شاء الله. فرصه المنتخب السعودي بالتاهل للدور القادم، والله ندعي ان شاء الله تكون فرصه ان شاء الله، لانه ضد استراليا انهزموا تعادل اول، فان شاء الله يفوز ان شاء الله الحين ويتاهل ويقول ان شاء الله. الاستعدادات انه مبيض الوجه كالعاده، ما في شيء جديد على المنتخب، بغض النظر عن العقبه اللي صارت في تصفيات كاس العالم الموسم الماضي، وان شاء الله انه الاستعدادات طيبه تكون ونامل منهم المزيد والمزيد. خلال تواجدك في الفندق اكيد التقيت مع بعض اللاعبين وتكلمت معاهم، في الحديث اللي دارت هل لاحظت في تفاؤل من اللاعبين في تعدي هذه المرحلة؟ إن شاء الله يعني التفاؤل أول شيء الاعتماد على الله طبعا، ثم على اللعيبة. التفاؤل باين على اللعيبة من الراحة التامة، حديثهم مع الجمهور معانا بالأخص، يعني إن شاء الله أنه الفوز بإذن الله والتأهل. أكيد إن شاء الله، طبعا نحن نأمل أنه يكون كل التوفيق إن شاء الله، ونأمل أنه الحظ ان شاء الله مع المنتخب السعودي وناخذ كل البطولات القادمه ان شاء الله، بس انه يعني نوعا ما مرتاحين من انه متاهل اندونيسيا، يعني مو ذاك الخصم يعني ان شاء الله. متطور الفريق، متطوري وما بس برضه يعني الفريق السعودي ما شاء الله تبارك الله يعني ما يحتاج ان شاء الله، في امل كبير ان شاء الله. كمشجعين او كمشاهدين يعني
عازمين من خلال اللاعبين، يعني اللاعبين اللي عليهم العزم اللي ممكن يعني يعملون شيء في المباراة. ايوه طبعا في لاعبين ما شاء الله تبارك الله، يعني المنتخب السعودي ما يعتمد على لاعب او لاعبين في انه يحرز او يوصل لشيء معين، ما شاء الله تبارك الله كل لاعب بيقدم اللي عنده، بيقدم المستوى المطلوب في المباراه وان شاء الله بيوصلوا. شاهدت مباراه تايلاند امام عمان؟ تايلاند امام عمان شاهدت استراليا. ايوه استراليا شاهدت كذا لقطه من المباريات، انت عارف انه هنا ما في تلفزيون ما في شيء، احنا برضه بغربهم انه برضه انه ما بيخوف تايلاند. والله هو يخوف بس ان شاء الله، يعني ان شاء الله في امل كبير ان شاء الله، ما في ذاك التخوف ان شاء الله تبارك الله. مفضل الجماهير السعوديه متفائله بالمرحله المقبله. حمد الدبيخي، المنتخب التايلندي شاهدناه في اكثر من مباراه في بدايه التصفيات، هل ترى انه فعلا أن فريقا غامضا امام الاخضر في المرحله القادمه ام فريق صعب حينما نواجهه على ارضه ام ماذا؟ معنا اسمح لي رجال الله قبل أن نفكر في المنتخب التايلندي، إحنا يجب أن نكون مفكرين وقلقين على منتخبنا. لو كان وضع المنتخب السعودي كما كان سابقا واضع المعالم والقوة والشخصية والهيبة لما قلقنا من المنتخب التايلندي، هذا واقع. ولكن قدرنا الآن أن نتخوف نعم من المنتخب التايلندي. المنتخب التايلندي حقق نتيجة إيجابية مع المنتخب العماني، وزي ما ذكرت لك أصبح ينافس أو منافسين حنا معه ومع المنتخب العماني على البطاقة الثانية. فالمنتخب التايلندي لا يختلف عن في لعبة منهجيته الفتح الأطراف واللعب السريع، وأنا أتمنى من المنتخب السعودي خصوصا أنه بيوصل في ظروف غير استعدادية كالمعتاد من خلال وصوله قبل المباراة بثلاث ساعات، أن لا يجاري المنتخب التايلندي في بداية المباراة ويحاول أن يفرض إيقاعه، ولا يدع المنتخب التايلندي يفرض إيقاعه على المباراة. وهذا أهم شيء كتفكير ذهني لدى اللاعبين والجهاز الفني والإداري. طيب مسلي، يمكن هو يتحدث عن جانب فني حمد باعتبار أنه رجل يعني قريب للجوانب الفنية، لكن أتحدث معك كشخص مختص في الإعلام. أنت حالة التفاؤل التي تسيطر ربما أو دعية إلى أن تكون هي السائدة لدينا في الوسط الرياضي، هل فقط لدعم معنوي للمنتخب السعودي أم هناك بوادر ومبادرات نراها وملامح ربما لتغير قد يكون في أيام قادمة في مواجهة تايلاند؟ لا، ممكن التفاؤل بالنسبة للمشجعين اللي ظهروا مشهد، ممكن تفاؤل أمام الكاميرا، لكن ما تدري يعني خلف الكاميرا وش الإحساس في لغة الإعلام. ما يظهر في الإعلام من دعم هذه الأيام، هل هو حقيقي أم أنه دعم مصطنع؟ يعني ما في قدامنا الا ندعم منتخب ولا نبين الخوف او القلق يعني بالشكل اللي ممكن ياثر على اللاعبين. من هنا الى مباراه منتخب تايلاند صعب انك تنتقد، صعب انك تغير، صعب انك يعني تسوي اي شيء الا انك تحفز اللاعبين. مما تخاف انت رجل، انت اعلامي؟ والله اخاف من منتخب قوه المنتخب التايلندي، لان منتخب تايلاند الان مو زي منتخب تايلاند قبل 10 سنوات و12 سنة لما كنا يعني نفوز عليه بالأربعة وبالخمسة وبالثلاثة وبالنتائج الكبيرة. الكرة التايلندية بشكل عام وليس المنتخب التايلندي تقدمت، هناك أندية خصخصت، هناك يعني اهتمام بكرة القدم، دعم، تخطيط. الكرة الآسيوية بشكل عام، شرق آسيا، كرة شرق آسيا تقدمت أو انطلقت وحنا تراجعنا، فلا بد يعني أن نستوعب هالشيء ونتلافاه مستقبلا. حمد، هل تشعر أننا نضخم الأمور أحيانا في استعدادات وفي منح جرعة كبيرة من المعنويات قد تتحول إلى جانب سلبي؟ نعم، هذا خاضع لمعرفة الجهاز الفني والإداري بالفروقات الفردية وفكر لاعبيننا. وعلى العموم أصلا الوضع رجل الله وضع حساس جدا، أنت إذا ما فزنا اليوم في قصدي في مباراة تايلاند يعني راح نفقد البطاقة الثانية، لأن احنا كلنا معترفين أن الوضع حساس جدا جدا، ونقطة تحول كبيرة مباراة تايلند. وأنا ذكرت لك في البداية الظرف اللي عنا نعيش الآن الكرة السعودية، أنت لا تنسى رجل الله عشان لا نتكلم عاطفيا، حنا في كاس آسيا الأخيرة اللي حدثت في الدوحة وانت كنت أحد شهود هذه الدورة، لم يكن المنتخب السعودي يقدم إلا هدفا وحيدا، وبالتالي حنا قلقين. نعم في تغييرات في شكل الوضع الكرة السعودية، ولكن أيضا هذه التغييرات بحاجة إلى نتيجة إيجابية، وبالتالي أنا أركز في مباراة تايلاند أن النتيجة أهم من المستوى،
والنتيجة إذا جاءت فوز 3 نقاط كان جميل جدا، أما إذا جاءت بالتعادل فهي أيضا جميلة جدا، على اعتبار زي ما ذكرت لك أن تايلاند يعتبر منافس لنا. طيب. وفي عندنا فرصة في مباريات الإياب إن شاء الله. نعم، في جانب آخر وفيما يخص المنتخب السعودي، لكن المنتخب السعودي كان هناك اليوم خبر عن أن الجهاز زين الإداري والفني قرر استدعاء صالح القميزي لاعب نادي الشباب ولاعب نادي الرائد ماجد هزازي للالتحاق بالمعسكر الإعدادي للمنتخب المقام في مدينة الدمام استعدادا للمشاركة في الدورة الرياضية الأولى لدول مجلس التعاون البحرين في البحرين 2011 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 24 من شهر ذي القعدة الجاري. أيضا منتخب باء هذا أشبه ما يكون بالمنتخب الذي يعد بعض العناصر للمنتخب الأول، قد يستفاد منه مسلي. بالتأكيد قد يستفاد منه إذا ما تمت الاختيارات بشكل صحيح وشارك مشاركات. هل هو فكرة جيدة؟ وإذا ما توبع من الكابتن رايكارد إذا تابع المنتخب ومساعدين تابعوا المباريات وركزوا على اللاعبين اللي شاركون مع المنتخب ممكن يكون رافد جيد للمنتخب الأول. طيب. حمد الدبيخي تراه رافد جيد للمنتخب الأول؟ أنا أختلف ومعارض للفكرة ولعندي أسبابي راح أذكرها. رجلا أعتقد أن الدوري السعودي أو المنتخب السعودي القوي لابد أن يخرج من دوري المحترفين. واقعياً حنا زي ما ذكرت لك مساء نفتقد لقوة المنتخب السعودي ولهيبته في لاعبين محترفين في أندية كبيرة. منتخب السعودي ألف، وبالتالي عندما تأتي بمنتخب باء أنت تأتي بلاعبين من الفرق الدرجة الثانية أو الأولى أو حتى من الدوري السعودي، ولكن ليس قادرة على صناعة لاعبين منتخب. مع احترامي وتقديري الفكرة ربما لو بنيت قبل 20 سنة كنت أنا أحد المؤيدين لها. اللاعب الممتاز راح يكون في الأندية الكبيرة، الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر، الاتفاق، الشباب، وبالتالي هذه الأندية قادرة على صناعة نجوم نمبر 1. احنا نتكلم ان من أسباب انخفاض الكرة السعودية لا يوجد لاعبين محترفين في الخارج. إذا كان لا يوجد لاعبين في الخارج رجلا وانت تطمع ان يكون الفرق الكبيرة اللي ذكرتها تصنع منتخب قوي، فكيف تلجأ لمنتخب باء؟ طيب. أضف إلى ذلك متوسط أعمارهم رجال الله، معلي اسمح لي عشان فضل يعني يكون طرحي يعني مدعوم بالأدلة. معك الحق. متوسط أعمار اللاعبين رجال الله أو الأندية اللي يلعبونها ويتمرنون فيها ليس ذات إمكانيات كبيرة، فبالتالي أنا ما زلت مصر على أن منتخب باء لو كون قبل 20 عام عندما كان الأندية اللاعبين يحتفظون بلاعبينهم بدرجة كبيرة ربما كانت الفكرة طيب. ناجحة بدرجة كبيرة. مسلي يبدو لي عنده رد على هذا الكلام، تفضل مسلي. كلام الكابتن حمد يعني وجهة نظر يجب أن تحترم، بالذات أنا من لاعب دوري سابق، لكن يعني في لاعبين إذا ما أعطيت لهم الفرصة أو إذا ما لعبوا ما مثلوا منتخب أو نادي كبير ما حد ينتبه لهم، ممكن تندفن مواهبهم قبل يفقدون بالضبط. على سبيل المثال مثلا في منتخب الشباب أنا أعتقد الكابتن إبراهيم لاعب نادي الاتفاق كان جاي من أحد أندية الأحساء، سعود حمود جاي أتى للنصر من نادي الرياض، وقس على ذلك يعني لاعب في مواهب مثلا في فترة من الفترات على مثل ما قال كابتن حمد قبل 20 سنة شايع ان فيصل كان جاي من الكوكب. صحيح. في لاعبين اذا ما وجدوا الفرصة للمشاركة مع المنتخب الرديف او نادي كبير يعني نادي جماهير يتابع اين يمكن لهم ان يجدوها؟ ممكن ما يجدون طيب. فرصة، وممكن يكون افضل من لعيبة يمثلون المنتخب ويلعبون الأندية كبيرة. طيب حمد، هو سؤال منطقي جدا، اين يمكن ان توجد هذه الفرصة؟ ثم هل علينا أن ننتظر ل15 أو 20 سنة لنقول أننا لو بدأنا قبل 20 سنة أيضا لربما نجحنا في هذه المسألة؟ أخوي رجلا أنا قلت لك الفكرة في وقتها الحالي نكون واقعيين، هل عندنا منتخب ألف قوي؟ حنا الآن ما زلنا قلقين أمام منتخب تايلاند، وأنت عارف وذكرت لك في أمام منتخب في كأس آسيا الأخيرة اللي حصلت في الدوحة كيف كان ترتيبنا ووضعنا. صحيح. وهذول النجوم في الدوري في فرق كبيرة. طيب. فبالتالي أنا اللي أطلبه أن اللاعب السعودي أو المنتخب السعودي عشان يتكون قوي أما بطريقين، أما يكون لاعبين موجودين في دوري زين في الفرق الكبيرة أو من خلال لاعبين يحترفون في الخارج. طيب، واضحة وجهة نظرك في هذه المسألة. نغلق ملف المنتخب السعودي إن كان المنتخب الأول أو المنتخب الرديف، وتبقى الآراء متروكة للجميع في هذه المسألة. نذهب للجانب الآخر، الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم أصدر بيانا قال فيه أنه بناء على الصلاحيات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم فقد اعتمد
الأمير نواف بن فيصل بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائحة الانضباط الجديدة في صياغتها المتفقة مع لائحة الانضباط المعتمدة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والتي تسري بشكل رسمي حال نشرها على الموقع الرسمي للاتحاد العربي السعودي، وقال أن ذلك النشر سيتم يوم السبت المقبل 10 من شهر ذي القعدة الموافق للثامن من أكتوبر، كما تم قبول وفقا للبيان الصادر من لجنة الإعلام والإحصاء قبول استقالة الدكتور محمد بجاد من لجنة الانضباط، وبالتالي أعلن عن إعادة تشكيل لجنة الانضباط لتصبح مكونة من المحامي صالح الخضر رئيسا للجنة، وفهد العمري مستشارا، والحكم فهد القحيز، والمحامي عبد المحسن الفوزان، والمحامي فهد الدهيم. اللائحة قالت أو البيان قال أن لجنة أنه شكلت لجنة من رؤساء اللجان القضائية ولجنة الحكام ولجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف واللجنة القانونية لتجتمع بشكل دوري طوال الموسم لمتابعة مستجدات تطبيق لائحة الانضباط الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار اللائحة الدولية واللائحة الآسيوية للانضباط. مسلي، إذا كان لك تعليق أولا، اللائحة الجديدة تطبق للانضباط متوافقة وفقا للبيان مع الاتحاد الدولي وأيضا مع لائحة آسيا، وأعيد تشكيل اللجنة بعد استقالة الدكتور محمد بجاد. هذا المفترض، تطبيق لوائح الاتحاد الدولي سواء في الانضباط أو الاحتراف أو ما إلى ذلك من اللوائح الخاصة بكرة القدم. نعم، يجب أن نعتمد اللوائح الدولية، ويعني ما نجتهد ويكون عندنا ثغرات كما حدث سابقا وجدل بخصوص الحالات اللي تحدث في الملاعب السعودية. إعادة تشكيل لجنة، أنا يعني ضد الموضوع، يعني صارت إعادة تشكيل لجنة الانضباط صار متكرر وكثير، وأنا أعتقد لجنة الانضباط وأعضائها متى ما قرأوا اللوائح وطبقوها بحذافيرها يعني الأمور ستكون واضحة، ولا أعتقد أن سيكون هناك الكثير من اللغط كما يحدث سابقا. المشكلة في السنوات الماضية أن بعض الفقرات لا تطبق، بعض الحالات يغض النظر عنها، متى ما نظروا إلى جميع الحالات، متى ما طبقوا اللوائح بحذافيرها، أعتقد أننا هذه اللائحة ستكفل هذا الأمر؟ بالتأكيد لائحة الاتحاد الدولي بالتأكيد ستكون واضحة جدا، لا ثغرات، لكن يجب أن تطبق على جميع الحالات. حمد الدبيخي، أول إذا كان لك تعليق حول هذا الأمر، تبدو المسألة مختلفة هذه المرة، لائحة جديدة معتمدة وفقا للفيفا. نعم، يعني زي ما ذكر أخوي مسلي، لكن أنا أتساءل إذا كانت متوافقة مع الفيفا فهذا يعني أن رؤساء الأندية ستكون عليهم عقوبات رياضية بالإضافة للعقوبات المالية الذي ندينا فيه طبعا في الموسم الماضي. أن لائحة العقوبات لم تشمل أن رؤساء الأندية وكأن عليهم حصانة واكتفت بالعقوبات المالية، وبالتالي إذا كانت متوافقة. عفوا حمد، كيف ما شملت رؤساء الأندية؟ نعم، أنت أخوي رجل الله، في العقوبات اللي صادر من الاتحاد العربي القديمة، أنا ما أدري عن الجديدة، كانت دائما العقوبات الرياضية تطبق على الفنيين، الإداريين، اللاعبين، الحكام، المقيمين إلى آخره طبعا. لكن طبقت على رؤساء الأندية مالية، أنا تكلمت لك الآن عن عقوبة رياضية وأعلنت عقوبة إدارية ومالية. طبعا رؤساء الأندية والأعضاء كانت تستثنى منهم العقوبات الإدارية واكتفى بالعقوبات المالية. الآن على طرحك أو ما طرحته أنت أنها متوافقة مع الفيفا، فهذا يعني أنها ستشمل أيضا عقوبات سواسية للجميع. لكن مسلي قال أن هذه اللائحة أو في الأيام القادمة لن تكون لدينا ثغرات في لائحة الانضباط، بمعنى إحنا رجل الله تستبق الأحداث الآن، إحنا ما اطلعنا على اللائحة. طيب أنا مسلي، يعني بناء على الكلام لي ولا المسلي؟ تفضل قول اللي عندك. عفوا، اي انا اقول لك احنا ما نستبق، لان انا ما اطلعت على اللائحه الجديده، انا طلعت على اللائحه القديمه وذكرت لك احد الثغرات الموجوده فيها. طيب النقطه الاخيره ايضا رجل سمحت لي في نفس العقوبات، ان عندنا الانديه مختلفه، في انديه فيها رعاه او عندها استثمارات، والعقوبات تشمل الجميع حتى فرق الدرجه الثالثه والناشئين والشباب، اتمنى ان يكون فيها مراعاه
في هذا الجانب، لأن بعض أندية الدرجة الثالثة لا تمتلك مثلا موارد مالية أنها تدفع على ما يرتكبه لاعبينها. طيب مسلي ربما يعترض معك في نقطة، تفضل. لائحة الانضباط في الاتحاد الدولي أنا شخصيا أتوقع ما فيها شيء يخص رؤساء الأندية، لأن أصلا رؤساء الأندية ما يتطلعون ولا يتكلمون ولا يصرحون لعندنا في السعودية. رؤساء الأندية في كل دول العالم رئيس النادي ما له دخل في الفريق، يعني ما يتدخل الفريق، يكون غالبا يكون المدير الفني، العقوبات على المدير الفني. حتى ما سمعنا عن عقوبة الإداري، يعني الإدارية بس ما يدخلون الملعب. انصاف لرؤساء الأندية مسلي، في الفترة الأخيرة في هذا الموسم ومنذ نهاية الموسم الماضي بعد المباريات لا تصريحات لرؤساء الأندية، يعني يتحدثون ممكن لوسائل إعلام خارج الملاعب، لكن في داخل الملاعب لا نشاهدهم. إلى الآن ما شاهدناهم، ونتمنى طيب. أن يستمر هذا الأمر. على أي حال، في جانب آخر، وأيضا طالما نتحدث عن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدى الأيام القليلة الماضية كان قد أثير موضوع عدم تأجيل أو عدم موافقة نادي الشباب على تأجيل مباراة نادي الاتحاد، وفقا للطلب الذي كان قد طلبه الاتحاديون من نظيرهم النادي الشباب. ربما الكثير من الاستفهامات تدور حول هذا الأمر. عبر الهاتف أرحب بنائب رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف الأستاذ عادل البطي. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ عادل. حياك الله أخوي رجا، وحي العزيزين مسلي وحمد. أهلا وسهلا. ربما السؤال الذي يتبادر للذهن مباشرة حينما تم رفض الشباب لطلب الاتحاد، كيف عومل الاتحاد بهذه الطريقة على الرغم من أن الشباب والهلال في الموسم الماضي في مشاركتهما في دوري أبطال آسيا كانت لهما كل السبل قد هيئت ومنح فرصة أن يتم تأجيل مبارياتهما من قبل لجنة المسابقات؟ أخوي رجاء، يعني أنت على طول سألت عشان الاتحاد والهلال والموسم الماضي، ما يمكن أن يستمر إذا كان في هناك ثغرة أو يعني شيء من النادي بالتنظيم دائما. الموسم الماضي التأجيل كان يعني ما كان من لجنة المسابقات، طبعا أنا ما كنت عضو فيها الموسم الماضي، لكن كانت يعني من صاحب الصلاحية، ونفس صاحب الصلاحية وجه لجنة يعني بعد هالإشكالات اللي حصلت أنه وضع لائحة تضبط مثل هذا الموضوع، وهذا ما طبق هذا الموسم. يعني الهدف هو دائما إصلاح، يعني عندما تم التوجيه حصلت بعض الإشكالات تم مثل هذا الشيء. وللعلم أخوي رجع، المباراة أصلا مع الشباب الاتحاد الشباب مجدولة يوم السبت، ويوجد ملاحظة في الجدول تقديمها إلى يوم الجمعة في حال تأهل الاتحاد لنصف النهائي. هذا يعني أنها من قبل الموسم، قبل بداية الموسم أقر مثل هذا الشيء. ولو تذكر أخوي رجع، مباراة المنتخب مع أستراليا كانت يوم 6-6 6-9 بعدين لعب الاتحاد مع التعاون يوم 9-9 اللي هي أول مباراة في الدوري، بعدين لعب مع فريق سيئول في 14-9 هذا يعني أن الأشياء هذه خلاص ثبتت وفق النظام اللي وجه فيه يعني سمو الأمير سلطان في ذلك الوقت. تم دراسة مثل هذا الوضع ووضعت تنظيم مثل هذا الموضوع، 4 أيام المباريات اللي تكون داخل المملكة، طيب، و6 أيام المباريات اللي تكون في شرق آسيا تحديدا. والدليل مباراة الاتفاق، لعب قدمت مباراة الاتحاد اليوم الثلاثاء، وكان الثلاثاء الذي يليه مباراة أمام سيئول مباراة الرد. طيب، يمكن هذه النقطة الأولى، لكن الحديث في هذا الجانب في لائحة لجنة المسابقات أو ما لديكم الآن، أنت نائب رئيس اللجنة باعتبار أنها دمجت أصبحت لجنة واحدة، الحديث الآن عن أن أي نادي يرغب في التأجيل هل عليه أن يذهب للنادي المنافس أم اللجنة هي التي تبت في هذا الأمر؟ لا، هو شوف أخوي الرجاء، يعني طبعا عند استقبال الأمير نواف لفريق الاتحاد وتكريمه ماديا ومعنويا، لا أتحدث عن اللائحة يعني مع الأندية، خلني أقول لك إياها، مع الأندية وبالذات اللي تمثلنا خارجيا. زين، الاتحاد الآن أنت قلت لي أنه متى تكون التأجيل؟ عندما يكون المبرر قوي وموافقة الطرف آخر، يعني المبرر والطرف الآخر في حالة القناعة، ومع ذلك تستوجب القناعة. القناعة من؟ من الاتحاد السعودي طبعا. طيب، في حال الاتحاد الآن في نادي الاتحاد ما عند الاتحاد السعودي قناعة بهذا بطلب التأجيل؟ لا، هو في نظام أخوي رجع، وممثل الاتحاد اطلع على هذا الشيء قبل بداية الموسم، يعني حضر ممثل للاتحاد
وتم الاجتماع فيه ويحاط بالنظام النظام الجديد اللي تم إقراره من قبل مجلس اعتماده من قبل مجلس الإدارة. بس أستاذ عادل، أربعة أيام وستة أيام هذا عمل، يعني كل ما رجعنا للوراء بنلقى كثير من الأخطاء. صحيح. يعني ما يمكن نصلح الأخطاء إذا بقينا على وضع معين. صحيح. بس أنا سألتك نتعلم من أخطائه لتصحيحها في المرات القادمة. بس أنا سألتك على اللائحة في هذه المسألة كيف يتم البت فيها؟ أنت قلت لي أن أولاً القناعة بسبب التأجيل أو بطلب التأجيل، ثم بعد ذلك موافقة الفريق المنافس. الآن نعم. بس أنا أكشك في النقطة الأولى، ما في قناعة عند الاتحاد السعودي بطلب التأجيل أو بمبررات التأجيل، لأنها لا تتواءم مع التأجيل الذي وضعه الاتحاد السعودي واللي بمعرفة أيضاً الأندية المشاركة. ما هو التعديل؟ طيب ممكن تذكر لي التعديل؟ أنه أربع أيام عندك المباراة. يعني أضرب لك مثال، الاتحاد سبق وطلب تأجيل مباراة التعاون اللي هي أول مباراة له في الدوري. صحيح. تم الاعتذار للاتحاد، على فكرة التعاون الاتحاد طلب تأجيل التعاون والشباب، تم الاعتذار للاتحاد وأقيمت المباراة اللي هي كانت أمام التعاون في أول مباراة له في الموسم. يعني تم الاعتذار لأن المباراة كانت في جدة أصبحت أربعة أيام، المباراة اللي في أول ستة أيام. إذا هذا نظام أخوي رجاء يعني سيسري على الجميع. إذا لماذا وبكرة ومستقبل كل هذا بهدف؟ طيب أستاذ عادل، طيب ليش طلب من الاتحاد أن يخاطب الشباب في حال عدم في حال موافقة الشباب يتم التأجيل، طالما هناك لائحة تقول أنها تحدد أيام فاصلة بين المباريات إذا كانت ست مباريات ست أيام أو أربع أيام؟ أربع أيام وست أيام. نعم. ليش طلب من الاتحاد أن يخاطب الشباب؟ شوف اللي هو الأمير نواف دعم كل اللجان وأعطاها الصلاحيات. عند استقباله طلب منه من قبل نادي الاتحاد تأجيل المباراة، هو أحال الموضوع للجنة. اللجنة يعني حاولت تلمس طبعا مثل هذا، ونادي الشباب مع نادي الاتحاد، نادي الشباب ما وافق زي ما قلت لك عندنا القناعة. بس لحظة أستاذ عادل، لحظة أستاذ عادل، لحظة أرجوك، كيف تلمس طالما عندكم لائحة تعتمدون عليها يفترض ما تقبلون فيها؟ لا التماس ولا اجتهاد، لكن طالما في ثغرة هناك فيفترض أن تمنحون الاتحاد هذه الفرصة. يجب أن نحترم يعني إحالة سمو رئيس الاتحاد الأمير نواف، يجب أن نحترمه ونبحث عن صحيح يعني خلقه. لكن الأصل عندما يعني علم سموه بهذا الوضع أنه خلص هذا اللائحة اللي تم تثبيتها أو التنظيم اللي تم تثبيته خلص. يعني أنا رأيي الشخصي أنه حيثني على كل الأندية، مش رأيي، هذا القرار اللي بيسري على كل الأندية مستقبلا سواء الاتحاد أو غير الاتحاد. يجب أن يعرف كل فريق يشارك خارجيا أن هذا هو التنظيم المعمول فيه. طيب سؤالي، فيما لو وافق الشباب هل كنتم ستتركون الأمور؟ يعني سيتم تأجيل المباراة؟ سيتم الرفع بذلك لسمو رئيس الاتحاد لأن الطلب قدم لسموه، ومن ثم سيتم برؤيتنا. ما هي رؤيتكم؟ ما هي أستاذ عادل؟ إحنا ما يعني كلجنة مؤمن يعني زي ما قلت نحترم دائما صاحب صلاحية في أي مجال، صاحب صلاحية الحق في اتخاذ أي قرار، ولكن هو رأى تحويل للجنة. اللجنة يعني برأينا الشخصي أو رأي مش رأينا الشخصي، اللائحة اللي وضعناها لتضبط مثل هالحالات خلاص هذا الموضوع. أنا معك في هذه اللائحة أستاذ عادل، أنا معك في اللائحة، لكن أنا سألتك سؤال، فيما لو وافق الشباب على طلب الاتحاد التأجيل هل كنتم ستوافقون، تؤيدون هذه الموافقة أم ترفضون؟ سنرفع بذلك لسمو الرئيس. كيف ترفعون؟ نرفع باللي حصل. إيه مرياتكم، مرياتكم تؤيدون أم لا تؤيدون؟ رفع لسموه. سؤالي هذا أعيدت طبعا سؤال نادي الشباب. أستاذ عادل سؤالي فقط، هل ستؤيدون أم تعارضون؟ أنتم كلجنة، أنا لا أتحدث عن صلاحيات الرئيس العام أو مرياته، هو مؤكد أنه يدعم كل الأندية. أتحدث عن لجنة. صلاحيات الرئيس العام يعني معليش بالكلمة. لا 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 أنا أتحدث لا معك أستاذ عادل أرجوك. أنا أقول لك إحنا شفناها ورأينا اللائحة والتنظيم، طلب من سمو الرئيس مثل هذا الوضع. طيب أنا معك في أن الرئيس العام أنت رئيسك في العمل لو وجهت تدرس الحالة. صحيح. أنا أتحدث عن أن الرئيس العام مؤكد له صلاحيات وله توجيه وله نظرة في هذا الموضوع، لكن أتحدث عن أنتم، أنتم كلجنة عنده صلاحيات في اتخاذ القرار دون الرجوع، وهي مش عشانه الأمير نواف، لا، لأنه صاحب الصلاحية له الحق في ذلك، ومع ذلك أحالها للجنة وطلب رؤيتها. صحيح، لكن أنا لا أتحدث عن أنه الرئيس العام هو في النهاية مؤكد أنه له صلاحيات، أنتم كلجنة، لأنه هو في أكثر من حديث وهذا أيضا أنتم تقولونه والكل يتحدث عنه، اللجان الآن لها حرية أن تبدي وجهة نظرها وهذه مسألة ملموسة. إذا هل ستعارضون فيما لو وافق الشباب؟ أبو خادم أرفق لي كم كلمة لو؟ إلى الآن الشباب ما وافق.
انت لا تت... لو وافق الشباب. طيب على اي حال انتم رفضك اصلا لم يصلكم طلب من الاتحاد واحلتموه للشباب، الطلب كان من الشباب من الاتحاد للشباب. الاتحاد للشباب، ولكن للعلم الاتحاد طلب تقديم قبل بدايه الموسم. صحيح. طلب تاجيل مباراه التعاون والشباب وتم الاعتذار له. طيب ابو خالد قبل ما ننهي الله يخليك اتكلم كناقد يعني بعيد عن اللجنه الفنيه ولجنه المسابقات واللعب النظيف. انا استمعت لحديث الزميل مسلي والزميل حمد او الاخوين عن حكايه الانضباط، هم لسه بينتقدونك ترى لسه الفنيه والاشياء هذه. تفضل. انا اقول انه لائحه الانضباط اللي في الاتحاد الدولي ليس بالضروره ان تكون متوافقه مع الاتحادات الاهليه، بسبب الاتحاد الدولي ينظم بطولات ولا ينظم دوري. ليس كل ما ينفذه الاتحاد الدولي ممكن ان يناسب ما تنفذه الاتحادات الاهليه في الدوري، يعني بس للاحاطه علشان بس ما يكون فيه خلط في المواضيع هذه. ليس كل ما هذا رايي كزميل لكم محلل بعيد الان، طلعنا من الفنيه ولجنه المسابقات واللعب. طيب لحظه، هم بيسالونك ايضا كرئيس كنائب لرئيس اللجنه الفنيه والمسابقات. حمد الدبيخي تفضل. لا انا بس اللي ضحكت له ابتسمت له ان اول احيي الاخ عادل ابو فهد. كيف حالك ابو فهد؟ تفضل. اي انا اللي يعني طيب تفضل حمد. لا انت بتسمع، بنسمعك الحين الكلام، مش بكيفك ما تسمع. تفضل حمد. يسمع يا رجل الله. تفضل انا اوصل الرساله. انا ضحك يعني هو اشاد ان الامير نواف اعطاهم صلاحيات وهم ياخذون الصلاحيات ويرجعون للامير نواف، يعني ما ادري انتم لم عندكم صلاحيات ما ترجعون للامير. طيب خلاص انتم اهل حل ورب. ممتاز. لكن انا اشيد رجل الله في العمل الاحترافي، لا تاجيل يا اخي. ليش احنا انديه حواري عندنا؟ طيب يا اخي كل الانديه في العالم ما اسمح لي رجل الله. الاتحاد مع احترامي يعني تقديري لهم، حتى لو كان اجلت المباراه هم بيلعبون مباريات استعداديه. انا كلاعب واكلمك من خبره، لما اتوقف 10 ايام يكون اقبالي على التمرين طيب، وعلى عكس لما تكون في مباراه بلعبها بلعب جدي. وثانيا رجل الله، لاحظ مباراه اتفاق مع الاتحاد، اللاعب وندي الاصيب ما غيروه، لعبوا اللعيبه الاساسيين. احنا نتمنى الاتحاد يفوز، لكن موضوع طيب. التاجيلات هذا يضر بالمسابقه. على اي حال عادل بطي فقط، حمد الدبيخي ربما لم تسمعه بشكل واضح، هو يقول ان الملاحظ ان الامير نواف يعطي لكل اللجان الصلاحيات، والصلاحيات تعطى لكم لكنكم كلجان تعيدونها للرئيس العام او للرئيس الاتحاد عفوا. المشكله ابو خالد اعتقد ان حمد اللي ما كان يسمعني مو انا اللي ما كنت اسمع. احنا قلنا في البدايه انه الاتحاد قدم طلب وتم الاعتذار له عن تاجيل مباراه التعاون والشباب. استثمر وجود الامير نواف صحيح، وقدم له مثل هذا الطلب، وايضا الامير نواف تقديرا منه للجان وللصلاحيات حولها للجان. يعني الاتحاد احنا في البدايه ما وافقنا على او يعني اعتذرنا له عن تاجيل مباراه التعاون والشباب وفق خطاب رسمي منهم. طيب استثمر وجود الامير نواف، اكيد انه يستجيب وبابه دائم مفتوح للكل، ولكنه راى ان النظام يعني حولها للجنه عشان تكون اللجنه المختصه اللي تبدي رايها. طيب مسلي المعمر له سؤال سريع. مسلي تفضل. الله يحييك ابو فهد. أسمعك يا أخي مسلي زين. أبو فهد الآن الـ 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 العام الماضي كان الصلاحية عند الأمير سلطان وقرر تأجيل مباراة الهلال والشباب. الهلال والشباب والسنة هذه أيضا تكون الصلاحية عند الأمير نواف. طيب ما دام الصلاحية عند الأمير نواف، ما دام تقول الصلاحيات يجب أن تحترم، طيب تتأجل، ليش ما تتأجل مباراة الاتحاد؟ طبعا أنا ضد التأجيل، أنا قاعد أرد على كلامك يعني، لكن أنا ضد أي تأجيل. العام الماضي كان خطأ تأجيل مباراة طيب. مباراة الهلال وهي الأساس، يعني لو ما تأجلت ما دخلنا في طيب. الإشكالية هذه. الحاجة الثانية أبو فهد، أنت يعني ممكن أنك قاعد تبرر الموضوع ما أنت مقتنع فيه تماما، هذا الواضح لي من كلامك. كيف؟ طيب خليني أجاوب لك على الأولى بعدين الثانية ما فهمت، بس خليني أجاوب لك على الأولى. اخوي مسلي الواحد من وين يعرف مكامن الخطا؟ الا لما يحدث كثير من المرات تحدث الخطا ومن ثم تجاوب معه. وعلشان يعني انصف سمو الامير سلطان، هو من وجه بعد توجيهه السابق بالموافقه على تاجيل مباراه الهلال والاتحاد، وجه بوضع نظام مثل الاحداث هذه اللي تصير. اذا لازم نضع لها ضوابط، وهو يعني وهو من وجه
اللي هو الأمير سلطان وجه مثل الأمور. لو استمرينا على هذا الوضع والأمير نواف طبعا يملك كل الصلاحية هنستمر كل السنوات القادمة مثل هذا الوضع. أنتوا الآن تريدون تفعيل النظام وأنت تأيد أخوي مسلي أنه ما تؤجل المباراة لأنه انتصارا للنظام، للنظام واللوائح اللي هي فرضت وأخبر يعني بلغ فيها كل الأندية سواء اللي مشارك الموسم هذا الاتحاد أو حتى في المشاركات الخارجية لنهاية الموسم أيضا في مشاركات لكل الفرق السعودية الأربعة. طيب النقطة الثانية ليش اللي ما فهمت تبريرك أبو فهد، واضح أنك ما أنت مقتنع تماما باللي صاير. يعني أنت عندكم لائحة كلجنة مسابقات وعندكم برمجة واضحة للدوري وواضحة جدا، لما يعني تحدث استثناءات اللائحة هذه تسقط، اللائحة تصبح بلا قيمة لما تحدث استثناءات. أشكرك على هالرأي. هل اللائحة سقطت هالمرة أخوي مسلي؟ إلى الآن الأمور ممكن لو وافق نادي الشباب. طيب اللائحة تصبح بلا قيمة. نسمع مسلي، نسمع تفضل يا سعد. معلش مسلي، احنا دائما الآن أنتم مخازن اليوم تكثرون اللو. لا بالعكس تفضل. الطريق الأفضل اللي هو إلى الآن ما صار شيء ولم تسقط اللوائح. طيب ولا لا؟ إذا يعني هو انتظر. وللعلم يعني أنا مقتنع بكل اللي صار، بس المشكلة أخوي مسلي إني أنا ما كنت في لجنة المسابقات أصلا. صحيح. يعني عشان كذا ما كنت قريب منهم، لكن حكم قربي من رئيس اللجنة هو صديقي وأخي فهد المصيبي. نعم. يكون منا دائما تنسيق بين الأمور ولدي كل القناعة، لكني أنا مبسوط إنك تنتصر أخوي مسلي للوائح وما زالت اللائحة. طيب. حتى ما ثابت الحمد لله. كلنا ننتصر للوائح. شكرا لك أستاذ عادل البطي نائب رئيس اللجنة الفنية ولجنة المسابقات واللعب النظيف، والرجل الذي أشكر له شفافيته، أشكر له أن يتحدث، أشكر له أن يتداخل، أشكر له أن يكون معنا في كل هذا النقاش وأن يتقبل كل هذه الآراء والانتقادات، وهو رجل عرف بسعة خاطرة كثيرا في هذه المسألة وأيضا الأفق الواسع لديه في النقاش. على أي حال في جانب آخر، غدا ستكون ليلة تاريخية في النادي الأهلي. الأهلاويون سيكرمون ويخلدون ذكرى الأمير الراحل محمد العبد الله الفيصل الذي غادر هذه الدنيا. الأهلاويون أعدوا جيدا لهذا الاحتفال الكبير بإشراف من رئيس هيئة أعضاء الشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز. وليلة الغد ستكون ليلة مختلفة في الأخضر في مقر النادي، حيث سيتم تغيير مسمى النادي وتسميته باسم الجديد، الملعب الجديد لاسم ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل. الليلة التي ستكون يوم غد إن شاء الله وسنواكبها في القناة الرياضية السعودية بنقل مباشر، أيضا ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا، ومن المتوقع قبل ذلك حضور لكبار أعضاء الشرف الأهلاويين. أيضا سيكون هناك لقاء ودي سيجمع الفريق الأول للنادي الأهلي مع فريق الأفريقي التونسي. الأمير فهد بن خالد كان قد أدلى بتصريح صحفي قال فيه أن ناديه سيشهد يوما تاريخيا جديدا في مسيرته من خلال حدث إطلاق اسم الأمير محمد العبد الله الفيصل على ملعب النادي الرئيس، لتكون بصمة وفاء وتخليد ذكرى لشخصية رياضية بحجم الأمير محمد العبد الله الفيصل. قال أن الشيء من معدنه لا يستغرب، فالأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة أعضاء الشرف وهو رائد مبادرات التكريم والوفاء في النادي، قدم نموذجا متواصلا من مناسبات تكريمية أخرى شهدها النادي على مر تاريخه، وكانت علامة فارقة في التعامل الحضاري مع شخصيات خدمت النادي وقدمت له الكثير من الدعم والمؤازرة. لذا فمبادرة سموه غير مستغربة لعدة معطيات تتعلق برؤية الأمير خالد لتجسيد مبدأ الوفاء، إضافة للعلاقة الوطيدة التي تجمع هذين القطبين. كما أن الأمير سلطان بن فهد سجل موقفا مشرفا بموافقته الكريمة على تسمية الملعب باسم الأمير محمد العبد الله الفيصل. الأمير فهد بن خالد رحب بالشخصيات الرياضية والجماهير الوفية التي ما من شك على حد قوله أنها بحضورها الكبير المنتظر في هذه المناسبة، وهذا مؤكد، ستشارك في الوفاء للأمير محمد العبد الله الفيصل بتواجدها في الملعب الذي يحمل اسمه، لتؤكد من جديد أنها أيضا جماهير متفاعلة مع خطوات ناديها. ليلة تاريخية مسلي في الأهلي. سريعا ما الذي يمكن أن تقوله؟ غدا سنكون مواكبين إن شاء الله لهذا الحدث الكبير. مبادرة جميلة من الأمير خالد بن عبد الله، الرجل الرياضي الراقي، في تكريم أحد رواد الرياضة السعودية للأمير محمد عبد الله الفيصل رحمه الله. دائما الأمير خالد سباق إلى المبادرات الجميلة والمواقف الوفاء مع الأهلاويين ومع الرياضيين بشكل عام. يستحق الأمير محمد مثل هذا الاحتفاء.
على أي حال حمد الدبيخي إذا كان لك تعليق. نعم، ما بزيد على ما ذكر السمو الأمير فهد في تصريحه أو الأخ مسلي، بس رجاء الله في تعليق التأجيل كان عندي نقطة لو سمحت لي فيها. طيب تفضل. بعض الأندية الآن زي ما شفنا مثلا المنتخب الأولمبي يلعب مباراة وجاء لعب الهلال مباراة ولعب اللاعبين، الآن أيضا المنتخب راح يلعب مباراة إن شاء الله يوم الثلاثاء مع تايلاند وراح نبتدي الجولات. نعم. على طول يعني في يومين، هل المنتخب لما يطلب من الأندية يطلب مو الأندية تطلب ها هل المنتخب لما يطلب من الأندية عدم لعب هؤلاء اللاعبين لأنهم لاعبين مع المنتخب ويسبب لهم إرهاق يكون في ردة فعل في المنتخب؟ لأن أنا شفت الآن رجاء الله واقع أمامي، الهلال اللاعب لعب في الأولمبي ولعب بعدها بيوم يعني مباراة الهلال مع تعاون أعتقد كل لاعبي الأولمبي رجاء الله إنه يجب أيضا أن تكون المنتخب له سلطة على الأندية. طيب. في مصلحة الكرة السعودية. صحيح، هذا تحدث عنه أيضا الكابتن يوسف عنبر حينما تداخل معنا في برنامج الملعب. على أي حال في هذا الإطار إدارة نادي الاتحاد نفت قبل قليل عبر مركزها الإعلامي ما نشر أن حول أنها رفعت خطابا رسميا للأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب طالبت فيه بالتدخل لتأجيل اللقاء الذي يجمع بين فريقي الاتحاد والشباب بعد أن تلقت رفض نادي الشباب بتأجيل المباراة، وقالت أن هذا الخبر عار عن الصحة. مسلي، أنت تتفق مع الشباب أنه يضع الأمور في يد مدرب الفريق من أجل تقرير التأجيل أو عدم التأجيل؟ قرار سليم 100%، لكن أنا بعلق بعد على الموضوع هذا. ليتنا تسوي زي كل فرق العالم، العام الماضي أجلنا مباراة للهلال وفي نفس الوقت كان الفريق الإيراني والفريق الكوري اللي وصلوا للنهائي ما تأجلت مبارياتهم، كانت مجدولة كما هي. ومع هذا هم اللي تأهلوا ووصلوا للنهائي. طيب. والهلال خرج رغم التأجيل، فأتمنى أن يعني تكون البرمجة واضحة من قبل بداية الموسم. طيب. ولعبونا محترفون يجب أن يبرمج أنفسهم على حسب. على أي حال هو هذا الأمر سيظل متاح للحديث في أيام قادمة، لكن في جانب آخر وفي المنطقة الشرقية الشرفيو والاتفاق التقوا الليلة واجتمعوا في ناديهم من جديد. الاجتماعات المكثفة لأعضاء شرف الاتفاق في الآونة الأخيرة كشف من خلالها عن أن آلية ولائحة جديدة وضعت وتم إقرارها واعتمادها من قبل الشرفيين، وسترفع للاعتماد النهائي من قبل الأمير نواف بن فيصل بن فهد في الأيام القادمة ليتم تطبيقها مباشرة وفقا لما ورد إلينا من متابعة اليوم. فيصل القحطاني كان قد تواجد هناك وبكاميرا الملعب تابع تفاصيل ولحظات البداية الأولى لهذا الاجتماع. بداية نحب أشكر جميع من حضر وأشكر الأخ العزيز الدوسري سعد رئيس النادي على توفير يعني أجواء الاجتماع ومساعدة الأخوان السيد وزملائهم لإرسال الدعوات وتلبيتهم. اليوم زي ما شفنا يعني هذا مش مستغرب على من حضر اليوم، حضروا بالفعل للوقوف مع النادي والاهتمام بأمور النادي بشكل عام. اليوم طبعا الشيء اللي يعني نهني نفسنا جميعا فيه هو الموافقة على قرار لائحة تنظيم الهيئة أعضاء الشرف، وهذا إن شاء الله توافق عليها الجميع، وراح ترفع إن شاء الله سعادة رئيس النادي راح يرفع لرعاية الشباب لأخذ الاعتماد موافقة عليها، ومن ثم ندعو لاجتماع قادم إن شاء الله لوضع الآليات وتنفيذ اللائحة الشرفية. أترك خلينا نسألك عن التنظيم الجديد، معلش نسبق الأحداث شوية. التنظيم التنظيم الجديد طبعا لائحة، هناك من رعاية الشباب مشكورة قامت بإصدار لائحة استرشادية لهيئة أعضاء الشرف لجميع الأندية، وهي شيء اختياري لكل نادي له الاختيار أنه يسترشد فيها ويضع لائحة خاصة فيه
باسترشادا باللائحة اللي أصدرتها رعاية الشباب. النادي قام بذلك واستسقينا باللائحة التنفيذية اللي قامت الأندية جميلة أخرى، فاتفق الجميع على مواد محددة ووضعناها واللي تنظم العمل الشرفي والأعضاء الشرف في النادي ومع التعامل بين هيئة أعضاء الشرف والتنظيم مع الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة النادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر أخوان أعضاء الشرف اللي حضروا، حضور جيد اليوم أفضل من مرات كثيرة، ونتمنى إن شاء الله في المرات القادمة يكون في تفاعل أكبر وحضور أكبر. اليوم كان في مناقشة لائحة أعضاء الشرف واعتمادها على أساس إحنا نرفعها لرعاية الشباب كمجلس إدارة لاعتمادها، وبعدين العمل في باللائحة هذه، تشكيل مجلس التنفيذي وتشكيل كل يعني المجالس التابعة لها. الحمد لله تم الاعتماد، كان في بعض المناقشات حيصير في بعض التعديلات الطفيفة عليها، وإن شاء الله نرفعها للرئاسة العامة رعاية الشباب والاعتماد. والله ما كان في حاجة بالنسبة للعب الفريق، وإحنا يعني ما نبغى أن نخلي دائما اجتماعات، رغم أن إحنا في حاجة، ولكن أيضا إحنا ما نبغى نخلي الاجتماعات هي كل دعم للمجلس الإدارة. الحمد لله يعني سيرنا أمور النادي، الرواتب الماضية دفعناها وتحملنا يعني المبالغ اللي كانت ناقصة، وإذا كان في دعم يعني احنا نرحب فيه من اي شخص. لكن الان كان الاجتماع هذا الاعتماد لاحد اعضاء الشرف. اذا الحديث في اعقاب الاجتماع الذي جرى اليوم، الحديث اولا عبد الرحمن الراشد رئيس هيئه اعضاء الشرف في نادي الاتفاق، ثم لرئيس نادي الاتفاق المثالي جدا عبد العزيز الدوسري، وللاتفاق الاخر حمد الدبيخي. الاتفاقيون يجتمعون، مستقبل الاتفاق يبدو جيد في هذه الأيام مع هذا الحراك الاتفاقي حمد، أم أنه فقط من أجل الاجتماع والواقع مختلف؟ لا طبعا إن شاء الله بيكون مدام في اجتماع بهذه الصورة، يعني كان في فعالية وكان في تنسيق، كان في تفاعل أيضا من شهر رمضان وما قبل أيضا الانتخابات اللي تزكى فيها فاز الرئيس عبد العزيز الدوسري، كان أيضا في اجتماعات. يعني أنا أستشعر أن هناك في استشعار من المجلس بالمسؤولية، لكن رجال الله يجب أن لا ننظر على أن مجلس الشرف دوره بس دفع فلوس وضخ أموال. يعني أنا حين ذكرتني كاتفاقي أتمنى أن أشوف رئيس أعضاء الشرف في مباريات النادي، في تمارين النادي الموجودة في الدمام، لأن هذا الدور المعنوي مفقود جدا، وهو دور بسيط جدا لا يحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى الأمور الأخرى إن شاء الله. ونحن متفائلين بهذا الجمع اللي تم الليلة. حمد اسمح لي، أنت واحد من لاعبي الاتفاق، يعني عادة يفترض اللاعبين أو من نشأوا في هذا النادي أن يكون لديهم وفاء كبير له، لا يحتاجون إلى الدعوة للتواجد في النادي أو للعمل في النادي. هل تمدون رئيس الاتفاق بملاحظات، برؤى، بطروحات؟ هل تساعدون في هذه المسألة؟ هل تحاولون حلحلة بعض المشكلات التي قد تواجه والعقبات بين أعضاء الشرف، أم تلتزمون فقط الصمت والانتظار والمراقبة من بعد؟ لا طبعا احنا وفق، يعني احنا ما نعلم كل شيء، يعني في أدوار بالنسبة لي أنا. هل تبادر أنت؟ حتى رئيس النادي يكون سباق في أمور فنية مثلا، يتصل فينا في أمور لاعبين ياخذ رأينا، وهذا يعني أنا أتكلم عني شخصيا، لكن دور إداري أو دور أعضاء الشرف أنا ما أستطيع أقوم فيه، لأن هناك منهم أفضل مني يقومون فيه. على أي حال مزيد من الأخبار ستكون معنا في الجزء الثاني من برنامج الملعب، ألقاكم بهذه العناوين. الاتفاق إقرار لائحة جديدة لأعضاء الشرف، والأمير طلال بن بدر مندسون يسيئون للنصر ويفقدوننا الثقة، خالد راضي بصراحة في النصر لسنا على قلب واحد. بعد عودة المصابين فترة التوقف فرصة الأزرق لرفع اللياقة، إدارة التعاون تقيل مدربها وتكلف العدل بديلا له.
أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج الملعب، وأرحب بضيفي الكريمين عبر الأقمار الصناعية حمد الدبيخي ومعي في الرياض مسلي المعمر. مسلي، قلت لي أنك بحاجة للحديث عن اجتماع الاتفاق، سريعا إذا ممكن. كنت أتمنى أني سمعت رقم مالي كبير دعم من أعضاء شرف نادي الاتفاق، لأن نادي الاتفاق هو أكثر فريق وأكثر نادي يستاهل الدعم المادي في ظل الإمكانيات المادية المحدودة للنادي، لكن نتائج الفريق ومستواه. لكن هو الهدف من هذا الاجتماع وضح مسلي مسبقا أنه فقط الاطلاع على اللائحة وإقرارها للاعتماد فيما بعد، وكان ينتظر الدعم بالذات في رجالات رجالات يعني معروفين حضروا الاجتماع. على أي حال، في جانب آخر وفي الرياض جرت ليلة تكريم كبيرة بين النصراويين للعميد فهد المشيقح، الرجل الذي تواجد مع كل الإدارات النصراوية السابقة، كرم بحضور رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأمير فيصل بن تركي ونائب رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير طلال بن بدر وعدد كبير من أعضاء الشرف ومحبي النصر الذين كرموا فهد المشيقح ليلة البارحة. استحق هذا التكريم فهد المجاهد، كان قد تواجد في هذه المناسبة عن قرب، رصد حديثا بين الأمير فيصل بن تركي والأمير طلال بن بدر وترك الأمر بينهما للحديث عن جوانب عديدة. أولا ما يخص هذا التكريم، نتابع. نبدأ أول الكبير من؟ أبدأ باللي عنده أخبار. لا والله. أول شيء أحب أني أشكر الجميع صراحة على حضورهم تكريم العميد فهد مشيقح، حقيقة يعني شيء أثلج صدورنا، وخطوة كنا محتاجين نسويها مع العميد فهد من زمن طويل، وإن شاء الله أنه هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى لتكريم شخصيات نصراوية. والأمير فيصل طبعا سباق لمثل هذه الأمور، مثل ما تعودنا، ابن من أبناء النصر، تربى في النصر، والحمد لله الآن يقود دفة هذا النادي، وإن شاء الله هو اللي يكون ماخذ المبادرة في القادم من الأيام. كلام جميل تستحقه سمو الأمير. الله يطول عمرك. أولا نشكر جميع القائمين على منطقة يوم الثلاثاء على تكريمهم للأخ العزيز فهد المشيقح، العميد فهد المشيقح، هو يستحق الكثير طبعا، خدم نادي النصر على مدى سنوات كثيرة، وإن شاء الله في المستقبل والله يبيض وجهه على كل اللي عمله، وبإذن الله يصير في تكريم لإخوان كثير خدموا نادي النصر بإذن الله في الأيام القادمة. أولا مشاعري صراحة لا توصف في هذه الليلة، حيث تم تكريمي من جماهير النصر قبل كل شيء، ومن رأس الهرم النصراوي، ومن أخي وحبيبي صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر. الرجل هذا الرجل الذي أعتقد أنه سوف يكون، بل أجزم أنه سوف يكون مكسب كبير لنا كنصراويين. لا شك أبو تركي أن هذا تكريم أيضا يأتي كدافع لجميع أعضاء الشرف اللي يقدمون العديد من الدعم للنادي في جميع قطاعاته. النصراويين كثر صراحة الذين قدموا دعم كبير أكثر من فهد مشيقح، طبعا لهم كل الشكر والتقدير مني شخصيا، لأنه أيضا في أناس لا يريدون الظهور وهم يدعمون بصمت، وأنا صراحة أقدر كل من قام بتكريم في هذه الليلة. التكريم هذا من قبل الجماهير النصروية وإدارة نادي النصر، ماذا يعني للعميد فهد مشيقح؟ والله هذا وسام على صدري، وأنا بقول أنها ليلة وفاء من جمهور وفاء، وأنا تعلمت الوفاء من هذا الجمهور الكبير. حديث فهد المشيقح إذن في أعقاب تكريمه ليلة البارحة. الحديث مرة أخرى بين الأمير طلال بن بدر والأمير فيصل بن تركي، هذه المرة عن الأوضاع النصراوية، نتابع. الحمد لله، يعني أعضاء الشرف المتعدين، الأمير طلال وعد أنه يجتمع معهم جميعا، وقام بخطوات جبارة في أول 10 أيام بعد الاجتماع،
وإن شاء الله يعني الأمير طلال يعني معروف عنه إنه يعني الكل مجمع عليه من جميع النصراويين، وإن شاء الله في الأيام القادمة المبتعدين الآخرين يقتربون من النادي وبإذن الله ينضمون لمجلس الشرف بإذن الله. تعتقد أن نتائج الفريق في بداية الدوري بالنسبة لتحرك الشرفيين تعتبر نتائج الفريق تعكس أمر سلبي على تحرك الشرفيين والحراك الشرفي القائم؟ لا ابدا، ما لها دخل في يعني بالعكس، النجاح على هذا الصعيد اللي هو الشرف ما ان شاء الله يعكس على الفريق شيء ايجابي ان شاء الله في المستقبل القريب العاجل، انه اللاعبين يعرفون انه اعضاء شرفهم كلهم يد واحده، هذا شيء طيب، وباذن الله في المستقبل القريب انه يكون النتائج تعكس مدى اللحمه الواحده اللي صارت بين اعضاء الشرف. اخذ جزئيه وتكلم عن اجتماعك باللاعبين الذي حدث مساء اليوم سمو الامير. هو اجتماع مصارحه والحمد لله كان اجتماع مثمر، اللاعبين تحدثوا وحنا تحدثنا، لكن ما اقدر اقول لكم عن وش حصل في الاجتماع، لكن ان شاء الله تظهر نتائج هذا الاجتماع في الايام القادمه. سمو الامير في تعليق على ما ارسله جوال نادي النصر انه سمو الامير يؤكد انه لا تغيير او انه يسعى سمو الامير الى الاستقرار الفني، هذا يؤكد انه لا يوجد تغيير اداري او فني سواء في منتصف الموسم هذا او نهايه الموسم؟ في الفتره الحاليه ما يوجد تغيير اداري. طيب اسال سمو الامير طلال وانت بجانب سمو الامير اساله عن ايضا وضع الفريق. بكل صراحه سمو الامير كنت تتوقع انه يكون فيه تعثر نوعا ما في بدايه الفريق سواء مستوى فني او نتائج؟ والله هذا انا من وجهه نظري انه الجماهير صراحه دائما ما تنعكس ارائها ودائما يجب ان نمتص غضبها خاصه لما تكون في نتائج غير ايجابيه ومعاها كل الحق صراحه. كلنا ما احنا راضين، لا الامير فيصل ولا الاعضاء الشرف ولا الاداريين، الكل رافض الصوره اللي ظهر فيها نادي النصر او الفريق في المباريات او المباريات السابقه، لكن انا متاكد الامير فيصل اللي صراحه اسعدهم كثيرا بانضمام كثير من اللاعبين اللي يحسبون اضافه ايجابيه، الامير فيصل جابهم من نادي النصر وتعب عليهم هو وزملائه الاداريين في نادي النصر، يجب اننا للاسف في وقت الزعل ناخذ الامور السلبيه وننسى الامور الايجابيه، الامير فيصل كان طلب الجميع وانا اولهم، والجماهير انا متاكد كانوا هم اول من طالبوا بالامير فيصل بوجوده، عارفين الامير فيصل من صغره هو في نادي النصر، دعمنا في السابق ايام انا كنت موجود في الاداره من اكثر من 10 سنوات داعم لادارات كثيره. تكبر ترى كذا تكبر عمر سمو الامير. لا كان معنا صغير. الحديث ايضا لا زال مستمرا عن النصر في الجزء الثالث، ايضا يكشف الامير طلال بن بدر عن من يفقدونهم الثقة ومن يسيئون للنصر، نتابع. للأسف أنا أبغى الجماهير تنتبه لمن يحاول أن يشق الصف النصراوي، طبعا كل فريق معرض للفوز والهزيمة، كل فريق معرض أنه تأتي يعني نتائج لم تكن في الحسبان غير الفوز والهزيمة. للأسف وجدنا الآن أصوات تحاول أن تؤثر على الاستقرار النصراوي اللي موجود في أعضاء الشرف وتناغمها مع الأمير فيصل، ويحاولون صراحة للأسف يؤثرون على الجماهير، وأنا أقول لهم صراحة الجماهير ترى في كثير من المتسترين والمدسين من أندية أخرى موجودين بينكم سواء على منتديات الإنترنت أو خلافه، وحنا عندنا علم بأنه في أسماء غير نصراوية للأسف تسيء لكثير من رجال النصر ولإدارة النصر ولإداريين نادي النصر واللاعبين خاصة أيضا لإفقادهم الثقة داخل الملعب. نتمنى من الجماهير أنها أول شيء تبدأ في نفسها، احنا في اعضاء الشرف بدانا في نفسنا، ان شاء الله الامير فيصل ايضا بدا في نفسه، نبغى الجماهير تبدا في نفسها وصراحه لا تسيء لاي نصراوي. انا من وجهه نظري ما في محب لنادي النصر يسيء لاي نصراوي سواء من رجال النصر، اداره النصر، اعضاء الشرف او اللاعبين، احنا ما نبغى نفقد اللاعب ثقته من يوم ما يجينا في النادي وتبدا الجماهير حمله سلبيه عليه، هذا نبغاهم يوقفونه، وحتى لو اللاعب أساء مثلا اللعب في مباراة أو مباريتين كل اللاعبين معرضين تنخفض مستوياتهم، لكني أستخدمها على أساس أني أنهي اللاعب وما عاد يستطيع أن يقارع فريقه المفضل المستتر،
فهنا دور الجماهير النصراوية أنها تنبذ كل هذا الكلام من عندها صراحة، وندعم هذا الرجل الأمير فيصل، هو الإدارة الآن كلنا خلفه، ما في صوت فوق الأمير فيصل الآن في نادي النصر، لا جمهور ولا أعضاء شرف، كلنا صفين خلفه، وإن شاء الله أنه هو بيحقق أحلامنا ومطامعنا وإن شاء الله أمنياتنا، ونرجع إلى البطولات اللي ابتعدنا عنها. لكن أنا أتوقع أن ابتعادنا بسيط 3 سنوات من كأس الاتحاد الأخير، لكن إن شاء الله نطمع ببطولة الدوري في القادم والبطولات الأخرى. لكن أعطونا فرصة وادعمونا، من غير الجماهير لا الإدارة تقدر تسوي شيء ولا حنا نقدر نسوي شيء، وأنهم ما يخلون أي أحد يأثر عليهم إلى نهاية الموسم على الأقل. لكن إذا كان اللاعب في مباراة انهزم، ما في نادي ما ينهزم، وجلست أكسر في اللاعب وبعد كذا أطالب منه أنه يسوي شيء، بأي معنوية بيعطيني إياها؟ إذا جمهوري ضدي كيف أقدر أسوي شيء؟ بلا شك سمو الأمير، حديث الأمير الطلال وهو نائب هيئة أعضاء الشرف، بلا شك أنه يعني ثقة ربما أن تجعلها يعني على عاتقكم سمو الأمير، كلام الأمير الطلال الذي تحدث فيه سمو الأمير، تعليقك عليه؟ والله ما أقدر أعلق بعد تعليق الأمير الطلال، لكن أهم شيء أنه مجلس الشرف يوضع ثقته في الإدارة، والجماهير إن شاء الله تكون واضعة ثقتها في الإدارة واللاعبين، وبإذن الله النتائج تأتي إن شاء الله. سليل المعمر، كيف تعلق على كل ما دار؟ أولا الأمير طلال بدر يعني من رجالات النادي البارزين ومن أبرز القياديين، ربما من أبرز 3 قياديين في النادي الآن، أحد عرابين العالمية، كله كل تقدير واحترام، لكن أنا ما أتفق مع بعض الكلام اللي قاله بخصوص ردود الفعل. عندما ينتصر الفريق ويحقق نتائج إيجابية سيهتف الجمهور في المدرج للاعبين وللإدارة ولأعضاء الشرف ويصفق ويكون مبسوط. إذا ساءت النتائج من الطبيعي أن تكون ردة الفعل غاضبة، بالذات عندما يكون نادي كبير مثل نادي النصر. كلام جميل دعوة الجمهور بالوقوف مع النادي، لكن أيضا الجمهور يريد من الأمير طلال والأمير فيصل بن تركي وباقي رجالات نادي النصر أن يعود للنصر هيبته، أن تكون النتائج متوازية مع حجم تاريخ نادي النصر. أيضا يريدون أن يعرفوا وش الخلل اللي في الفريق، وش الحلول، وش كيف علاج المشكلة هذه اللي قاعدة تصير في النادي. النتائج غير مرضية أبدا للجمهور، ويجب أن يتحملوا، إذا كانت النتائج سيئة يجب أن يتحمل الجمهور، بالذات الأمير طلال بن بدر. أنا أتذكر كان أكثر واحد منحاز للجمهور عندما كان نائب رئيس، كان يذهب يجلس في المدرجات الدرجة الثانية مع الجمهور. فأنت يا أمير طلال أنت من جمهور نادي النصر، ويجب يعني أن تتقبل ردود الفعل إذا ما كانت النتائج سيئة لا قدر الله. كنا نتابع حديث للإدارة لأعضاء الشرف، لكن أيضا ماذا عن اللاعبين؟ خالد راضي كان واحدا من المتحدثين، كان واحد من المتحدثين لفهد المجاهد، نتابع ماذا قال. فيك شيء؟ والله طلع عندي شوي كدمة قوية المباراة اللي راحت، يعني تعرضت يعني الإصابة الشوط الأول والشوط الثاني مع الهدف، بس يعني الحمد لله. ما تشوف شر إن شاء الله. الشر ما يجيك. كابتن، 4 مباريات من 4 نقاط، أكيد الجمهور ما هو راضي، الإدارة ما هي راضية. والله الحين لو يعني حتى الحين انا ما عاد عندي كلام اقدر اقوله، حتى يعني انا تعبت وانا اقول او اجيب اعذار للجمهور، يعني حتى الجمهور تعب من سماع الكلام. يعني الحين يعني في حاجه واحده، هي ان نعوضهم من بدايه ان شاء الله المباراه الجايه، وغير كذا ما في. يعني انا ما عاد عندي حتى الكلام، يعني انا صرت اتنحش من اللقاءات بسبب ان يعني صدق يعني ما عاد عندي اي شيء اقوله، الا سواء ان شاء الله نكون رجال ونعوض هالجمهور وهالإدارة ونعوض أنفسنا من المباراة الجاية بإذن الله. هذه العلة وين؟ والله أنا حتى أنا ما عرفت وش العلة بصراحة، هي بصراحة بعيد عن اللي يقول لك المشاكل والنصر فيه كذا وكذا، داخل الملعب يحتاج قلب واحد روح واحدة، وهي اللي ناقصتنا. يعني ما في روح؟ ما في روح في الفريق، ما ننب على قلب واحد، وهذا الشيء ممكن اللي أثر على الفريق بس. ومتى ما حضرت الروح ونكون على قلب واحد بإذن الله ما في شيء. معليش خالد، بس الكلام هذا وضح لي، إحنا ما إحنا
على قلب واحد، ابغاك تفسر لي الكلمه هذه. يعني زي يعني داخل الملعب، يعني ما في احد يعطي كل ما عنده، ما في احد يعني يلعب لاجل الفوز. يعني ممكن هالشيء اللي خل الفريق يعني يخسر مباراتين، ويعني مستوانا كان مو كويس بصراحه. من متى انت حاسس الشيء هذا انه لاعبي النصر يعني مو على قلب واحد؟ والله بالعكس، يعني انا اشوف التمارين يعني كل شيء امورنا زينه، بس يعني في وقت المباراه ما ادري وش اللي هذا. يعني انا قلت لك يعني متى ما حضرت الروح ان شاء الله المباريات الجايه باذن الله راح نكسب باذن الله. خالد خليني استغل واسالك عن اجتماع الامير فيصل. الامير فيصل اجتمع في الجهاز الفني والاداري، اجتمع فيكم انتم على حده، وش ابرز ما قاله الامير فيصل لكم في الاجتماع؟ والله شوف، هو اكيد انها يعني انها اجتماع، يعني كل واحد يقول اللي عنده، يعني وش المشكله وش الشيء اللي يحتاجه الفريق، واللي يعني مختصر اجتماع مصارحه، واكيد انه طلع بنتائج حلوه. اكثر شيء ناقشتوه في هذا الاجتماع؟ والله كلش، يعني كل اللي عنده يقوله، بس ما اقدر اقول لك كل شيء، بس انها ان شاء الله انها. انت كلمت خالد؟ انا ما تكلمت ولا وانا بصراحه ما كنت حاضر، انا كنت في العالج وما كنت حاضر. يعني لو كنت حاضر راح تقول الكلام اللي قلته لي هذا؟ واكيد طبعا، لان هذا الشيء اللي ناقصنا ولازم اتكلم فيه. يعني لازم يعني الفريق يحتاج هالشيء، يعني الكل يلعب ويعطي كل ما عنده، وصدقني ما في شيء راح يعيق النصر. خالد راضي متحدثا بلغة مليئة بكثير من الحزن، لكن أيضا ربما كشف عن جوانب عديدة سأعود لضيفي في الحديث عنها. قبل ذلك حسين عبد الغني وأحمد عباس كان لهما حديث حول أوضاع النصر، نتابع ماذا قالا. طبعا أكيد غير راضين، يعني ولا إدارة ولا جهاز فني ولا جماهير، طبعا نعتذر منهم كثير اللي قاعد يصير، ولكن يعني هذه أمور طبيعية تصير يعني في كرة القدم، تصير لأي فريق. يعني صحيح انه يعني شيء ما يليق فينا كنادي النصر، ولا يليق يعني في سمعه ولا مكانه هذا الكيان، ولكن ان شاء الله نعدهم يعني بالتصحيح، لانه مستحيل نرضى على هذا الوضع، مستحيل اللي يفضل الحال زي ما هو عليه ان شاء الله. عندما تحدثت عن تصحيح انا اؤكد لك ايضا واتحدث عن الاجتماع الذي دار بينكم بين الامير فيصل بن تركي. ابرز ما تم النقاش وابرز ما تطرقتم اليه كابتن احمد. والله امور كثيره، يعني ما يعني الواحد ما يقدر يذكرها يعني الحين، ولكن بغض النظر عن الاجتماع، الواحد يعني كل واحد قاعد يجتمع مع نفسه يعني، وجالس يعني يشوف الامور اللي قاعده تصير. يعني شيء صراحه يحز في الخاطر، يعني ويحز في الخاطر الناس هذه اللي صراحه الواحد ما يقدر يلومها. يعني لما تشوف جمهورك يصير يشجع الفريق الخصم من شيء اللي يعني صراحه شافه في الملعب، لكن نقول لهم ان شاء الله نعدكم ان شاء الله بالتغيير ان شاء الله، وراح يتغير الفريق، مستحيل مستحيل الوضع يفضل على ما هو عليه ان شاء الله. احمد، الخلل وين؟ الخلل ما نقدر نتكلم يعني الخلل. النفس هذا يعني عليه اكثر من علامه استفهام. نتكلم عن الخلل وين؟ الخلل فينا، انا اتكلم الخلل فينا بنسبه 80%، الخلل فينا احنا كلاعبين كل امانه، يعني 20% تقسمها على اداره او جهاز فني او جهاز اداري. على الجميع، ولكن الخلل الكبير يعني صراحه انه احنا اللي نتحمل المسؤوليه، واحنا نتحمل الامور هذه اللي قاعده تصير. سعد الحارثي يقول سلام عن الاصابه المزمنه، ايش قصه الاصابه المزمنه؟ سعد ما عنده سالفه، انت طاردني سعد. ابو عمر، اهني الروح هذه العاليه منك وتعاملك مع الجمهور، هذه بلا شك انها ايجابيه رائعه، تحديثك مع الجمهور. الجمهور ايش كان اكثر شيء يقول لك ابو عمر؟ لا ما في شيء، يعني الجمهور يعني طبعا عاتبين علينا، وهذا شيء من حقهم صراحه، احنا مقصرين في حقهم. انا اتوقع انه ابسط حقوقهم صراحه، الشيء اللي يعني الشيء اللي بيطلبوه يطلبوا الفريقكم بمستواه، وانا اتوقع انه هذا حق مشروع لهم. يعني بالتأكيد حسين، لست راضي أنت ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني والإداري ولا الجماهير النصروية عن الأداء، 4 مباريات 4 نقاط، أين الخلل كابتن حسين؟ والله ما في، يعني ما كلنا أكيد كلنا الله يعطيك العافية، الله يستر عليك حبيبي إن شاء الله، أكيد كلنا نتحمل الخلل، كلنا اللاعبين يعني كل المجموعة صراحة تتحمل الخلل. إن شاء الله مرحلة وتعدي، الحمد لله جت فترة الإيقاف هذه، إن شاء الله نقدر نعدل فيها أمورنا، وباذن الله تعالى النتائج تكون احسن في الفتره الجايه. يعني وهذا الشيء اللي احنا نسعى له الان، يعني احنا ما نفكر انه مين يكون الخلل، بقدر ما نفكر انه احنا نحل الخلل هذا، وانه الامور تتحسن ان شاء الله، والنتائج تكون احسن واحسن الفتره الجايه ان شاء الله. الإدارة النصرية في خطوه مميزه قامت بعده اجتماعات، منها اجتماع الامير فيصل باللاعبين، ابرز ما دار في هذا الاجتماع كابتن حسين.
ما راح اسالك عن النقاط، لكنه اجتماع بالاخير انتم كلاعبين رايت انه اجتماع حصل فيه ما طلبه الامير فيصل من صراحه، من وضوح، من معالجه للاخطاء، من ايضاح لعله الفريق في المباراه الماضيه؟ شوف، من بالنسبه للاجتماع انا اشوف انه الحمد لله الاجتماع طيب. اهم في الموضوع انه يطبق الشيء هذا يعني في من خلال ادائنا، من خلال روح الفريق، من خلال اداء الفريق داخل الملعب، على اساس نقدر نقول انه اجتماع ناجح ولا لا باذن الله تعالى. يعني الفتره يعني اليوم تمرين الصباح وتمرين تمرين المساء، يعني بصراحه روح الفريق الحمد لله يعني ما بنقول انها رجعت. طبعا اكيد يعني الخساره لها دور كبير، الضغط النفسي على اللاعبين اللي دور كبير، لكن نقول ان شاء الله في الفتره هذه انه يعني نحاول ان نطلع من الجو اللي احنا فيه ونرجع لوضعنا الطبيعي. وانا اشوف انه مثل هذه الاجتماعات يعني بالفعل احنا محتاجين يعني في الفتره هذه. والشيء الثاني محتاجين يعني غير الاجتماعات ان احنا نعمل ونعمل ونعمل داخل الملعب. حديث للاعبي النصر حمد الدبيخي، يعود لك من جديد. في النصر أحاديث وآراء وكثير من يعني أطروحات هذه الأيام، البعض راض عن المرحلة أو ينتظر المرحلة القادمة ويصنع التفاؤل، والبعض يرى أنه لا مكان للتفاؤل في القادم من الأيام. لا، إن شاء الله التفاؤل موجود طبعا من خلال كلام الأمير طلال بن بدر وثقتهم في إدارة الأمير فيصل ومطالبتهم أيضا بحل كثير من الأمور وعادة الشرفيين. أيضا لا نلوم الجمهور النصراوي، حقيقة رجاء الله كان دائما هو فرس الرهان والفائز الوحيد في نادي النصر من خلال حظوره خلال السنوات الإعجاف لنادي النصر. صحيح. لكن أنا بالنسبة لي للثلاث مباريات اللي شفتها السنة هذه اللي لعبها مع الرائد والأهلي والفتح، المشكلة في داخل ملعب رجاء الله، سواء في اللاعبين أو في فكر المدرب. على سبيل المثال في مباراة الأهلي رجاء الله أنت خسران 2، فكان لازم أن تعمل حلول لإعادة المباراة، ما شفنا هذه الحلول، معناها أن المدرب ما يقرأ المباراة. في مباراة الفتح عندما سجل الفتح مثلا الهدف الثاني وهو ناقص العدد، إذا معناها أنه راح يقفل المساحات، أنت زدت العدد الهجومي وقفلت زيادة المساحات. هذا فكر تدريبي يجب أن تفرغ لك الفراغات عشان تسجل. أنا وجهة نظري طبعاً والمدرب جديد، طيب تحدث لك إنه من منظور فني خلال ثلاث مباريات فقط. طيب هذا فيما يخص الحديث عن الجانب الفني، ربما من جانبك لاعب النصر تحدثوا الشرفيون وإدارة النصر، بقي الجمهور، نتابع هذا الحديث أيضاً الذي رصده فهد المجاهد، على ما أعتقد هو من رصد آراء الجماهير النصراوية، نتابع. والله وش تبغى نسوي؟ فيصل بن تركي ما قصر، جاب لعيبه وجاب بس اللي تحته هم اللي خربوا كل شيء. يعني وانا طالبين من بدري، من قدام كم سنه نبغى صانع لعب، نبغى صانع الاموال، نبغى مهاجم، ما في، يجيب لنا هذول ما ينفعون. بعدين المطوع لازم يرجع. مو معقول يعني النصر يلعب اربع مباريات باربع نقاط، اذا تمشي على الموال هذا تهبط. والله النصر ماشي، النصر انتقل الى رحمه الله من زمان، بس بقايا ذكريات الرمز ماجد والهريفي والحيسن وجماهير النصر بس. اما شيء يذكر في الفتره الحاليه ما في شيء. اربع مباريات من اربع نقاط، والقادم أسوأ وأسوأ. اذا استمر الوضع على ما هو عليه ابشر جميع الجماهير ما في شيء يستاهل يعني ان نصبر او نتفائل. انت مره غير متفائل. ما في اي شيء يعني يدعو للتفاؤل، ما في يطلع عمر محاسبه للاعبين. نخسر امام الفتح يطلع عمر ما هي مشكله، كره القدم فوز وخساره، لكن طول ما في محاسبه. اللعيبه في غرفه الملابس يضحكون، يوزعون ابتسامات، يمزحون مع بعض. ابغى اروح خالد الغامدي، ابغى اروح ابراهيم غالب، هذول اللعيبه اللي يحترقون مجال الشعار. المدرب يطلع عمر عنده اخطاء، المدرب يطلع عمر يلعب على الاطراف وتارك الوسط فاضي، صار استراحه وسط النصر لاي فريق، صار النصر فريسه سهله لاي خصم، للفرق الصغيره اسهل من الفرق الكبيره. كيف لو لعبنا امام الاتحاد وامام الشباب وامام الهلال راح تكون نتائج كوارثيه يعني. مو كويس. ليش؟ ما يعرف يلعب. المباريات اللي راحت كلها شفتها؟ اي الفتح والنصر. حضرت الفتح انت؟ لا. طيب كيف شفت مباراه الفتح والنصر؟ حلوه ولا مو حلوه؟ مو حلوه. ليش؟ عشانهم فريق ضعيف والنصر يفوز على الفتح، يفوز على النصر. والله النصر صعبنا صراحه،
كل سنه احنا ننتظر الحل. الحل الاداره تقدم استقالتها. اقول حرام فيهم التمارين واللبس اللي عليهم. ليش؟ والله من جد فريق يرفع الضغط. خلاص صبرنا تعبنا والله انجنينا حرام بالله. بين متفائل ومتشائم يقضي النصراويون أوقاتهم هذه الأيام بمتابعة فريقهم. مسلي المعمر، أعتقد أنك من المتفائلين في المرحلة القادمة التي يجب أن تكون هي السعيدة في النصر. ما أنا بالنسبة لي إذا على المستوى اللي شفناه المباريات اللي فاتت، لا المرحلة القادمة ما تنبئ، يعني ما تدعو للتفاؤل. لكن الجمهور هذا اللي من شوي، هذا الجمهور اللي يحضر للنادي يوميا، يعني هم أكثر الناس عشق للنادي، وهذه آرائهم وهذا انطباعهم وهذا كذا. ماذا عن آراء اللاعبين؟ صراحة جمهور النصر يستحق الكثير، يستحق الكثير من التضحية من إدارة النادي ومن أعضاء الشرف. ماذا عن آراء اللاعبين؟ اللاعبين أنا أحيي خالد راضي على كلامه اللي قال، طبعا كلامه كان عفوي، كان تلقائي بدون تصنع بدون تكلف، وممكن في كلام خالد راضي لو يرجعوا الإدارة الكلام خالد راضي يعرفون جزء من المشكلة وين المشكلة. فأنا أتمنى من إدارة النادي ومن الأمير طلال بن بدر تشخيص الداء ووضع الدواء. طيب على أي حال، ربما هو ملف يطول الحديث فيه وقد يكون مؤيد ومعارض بين كثير من الآراء التي تطرح، لكن في جانب آخر فقط للتوضيح على حديث وردنا عن حديث الأستاذ عادل البطي، توضيحا منه أيضا أن تأجيل المباريات في اللائحة الجديدة إذا كان في المرحلة التمهيدية 3 أيام، وفي الأدوار النهائية من 4 إلى 6 أيام التي تحدث عنها، إذن يختلف الأمر بين أدوار تمهيدية وأدوار نهائية، وهذا للتوضيح فقط من الأستاذ عادل البطي نائب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات واللعب النظيف. على أي حال، في جانب آخر في الرياض، الهلال عاود تدريباته مساء اليوم الأربعاء بعد أن تمتع اللاعبون براحة خلال 4 أيام الماضية، والتدريبات شهدت مشاركة جميع اللاعبين ما عدا اللاعبين الدوليين طبعا، سواء المنتخب الأول أو الرديف. يوسف العربي سيعود في 11 أكتوبر الجاري لمشاركته مع منتخب بلاده. أيضا التدريبات شهدت عودة عبد اللطيف الغنام وعادل هرماش ونواف العابد في التدريبات الجماعية بعد إكمالهم برامجهم التأهلية، وحظيت تدريبات اليوم بمتابعة رئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد إلى جانب عضو الشرف الأمير محمد بن خالد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي. الجهاز الفني في الفريق الهلال قرر إقامة حصتين تدريبيتين يوم غد الخميس بغية رفع المعدل اللياقي للاعبين. آخر الأخبار لهذا المساء، مجلس إدارة نادي التعاون عقد جلسة طارئة برئاسة محمد السراح لدراسة أوضاع الفريق الأولمبي، وفي النهاية قررت الإدارة إبعاد أو إعفاء مدرب الفريق الأولمبي داكونيا وتكليف مدرب شباب النادي الكابتن العادلي الصادق وكمدرب مؤقت لحين انتهاء التعاقد مع مدرب الفريق خلال اليومين القادمين. كما تم إقالة مدرب حراس الفريق الأول الروماني وإعادة التعاقد مع المدرب التونسي محمد المناعي. هذه أبرز الأخبار التي وردت هذا المساء في برنامج الملعب. لم يعد أمامي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين عبر الأقمار الصناعية، أشكر حمد الدبيخي محلل القناة الرياضية السعودية. شكرا لك حمد، شكرا على تواجدك معنا هذا المساء. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، أمل أن نلقاك في مرات قادمة. شكرا مسلي المعمر الإعلامي المعروف، شكرا لتواجدك معي، أمل أن نلقاك في مرات قادمة. أشكرك أخوي رجاء، وأشكر الكابتن حمد الدباخي اللي اعتبره من أفضل النقاد الرياضيين. يستحق هذا أبو عبد الله. على أي حال، شكرا أيضا للزملاء عبد العزيز الناجي مدير تحرير الملعب اليوم، صالح المرشد، عبد الرحمن ناصر، معاذ الحميدي، وبندر الشويعر. شكرا لسلطان الفريدي الذي أخرج هذه الحلقة من الملعب. رئيس التحرير مؤكد غانم القحطاني له أجمل التحايا. ألقاكم بخير في حلقة قادمة يوم غد إن شاء الله من برنامج الملعب. إلى اللقاء، تصبحون على خير.